السلام عليكم. انتوا ليش خايفين؟ وليش هذا الشك بقلوبكم؟ شوفوا ايديا ورجليا، انا هو بنفسي، لمسوني وشوفوا. الشبح ما عنده لحم وعظم مثلي. انا قلت لكم هذا الكلام قبل ما اموت، لازم يتم ما مكتوب عني ويتحقق في توراة موسى والزبور وكتب الانبياء. والمكتوب هو المسيح راح يموت ويقوم في اليوم الثالث. لازم تعلنون باسم الرسالة لكل الناس حتى يتوبون وتنغفر خطاياهم، ابتداء من القدس لكل الأرض، وأنتوا الشهود. وراح أرسل لكم روح القدوس، فأبقوا هنا إلى أن تجيكم هذه القوة من السماء. الله يبارككم ويحفظكم. الله انطاني كل سلطان بالسماء والأرض، فروحوا وبشروا الناس من كل الأمم برسالة الخلاص حتى يكونون أتباعي، وغطسوهم بالماء باسم الله ومسيحة وروح القدوس، وعلموهم أن يسوون كل ما وصيتكم به، وتأكدوا أن وياكم كل الأيام إلى انتهاء الزمان. آمين. القبر اللي خلوا بيه جثة سيدنا المسيح كان فارغ. بعد 3 أيام من صلبه قام من بين الأموات وبعث حي. حياة سيدنا المسيح ما نوخذت منه، لكن هو بنفسه قال: الله يحبني لأني أضحي بحياتي لكي أنالها ثانية. عند السلطة أن أضحي بها، وعند السلطة أن أنالها ثانية. صار 2000 سنة تقريبا على قيامة المسيح، وظلت شخصيته بمركز الصدارة كأعظم وأقوى شخصية بالعالم. هواية رجال عظماء اجوا وراحوا، وهواية حكام وعلماء دين وفلاسفة اجوا وراحوا، لكن المسيح عيسى بن مريم حي لليوم، وما يساوي أحد، وهو فريد وعجيب بمولده. ويحكي لنا الكتاب المقدس أنه انولد من عذراء اسمها مريم، وهو فريد بحياته، وسوى معجزات عظيمة ما قدر يسويها أي إنسان، وعاش حياة مقدسة خالية من أي خطيئة أو هفوة. رسالته رسالة فريدة، هي رسالة المحبة والغفران والحياة الجديدة لكل واحد يقبل مخلص ومولى. وين ما انتشرت هذه الرسالة انوجدت الحياة الجديدة والأمل الجديد. رغم أن سيدنا المسيح كان يعلم رسالة الخلاص، لكن انكره من ناس هواية وخاصة رجال الدين، وحتى أصحابه تركوه، واللي خان واحد من أتباعه والناس تآمروا عليه وكتلوه. والقصة اللي شفناها بالفيلم ما أخذيها من الإنجيل، وناس هواية شافوا المعجزات العظيمة اللي سواها المسيح وسمعوا كلامه. لكن رغم هذا الشيء صار تاريخيا، هواية ناس ما يآمنون بالمسيح وما يآمنون بولادته وحياته وموته وقيامته، كل هذه الحقائق ما يآمنون بيها. لكن النبي عيسى فعلا كان المسيح المختار من الله، وضحى بحياته في سبيل فداء الناس،
هذه هي مشيئة الله حتى يغفر الذنوب وينطينا حياة جديدة وأمل جديد. الله سبحانه وتعالى انطى هذه الحياة الجديدة لكل إنسان يرغب أن يتبع المسيح ويؤمن به، لكن بنفس الوقت الله ما يجبرنا أن نسوي هذا الشيء بالقوة. كل إنسان يختار طريقه بنفسه وهو يكون مسؤول عن اختياره، ومو صحيح ينجبر على أن يمشي بطريق بالقوة. لكن خلونا ندعي بنية صافية لله سبحانه وتعالى على أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. أي إنسان إذا قرأ كلمة الله بالإنجيل راح يكتشف الحقيقة بنفسه، وبذاك الوقت يقدر يختار الطريق السليم ويمشي به. ومكتوب بالإنجيل: كل الناس أخطأوا، ومكتوب أيضاً: عقاب الخطيئة هو الموت. ونتيجة الخطيئة صارت مسافة بعيدة بيننا وبين الله، وهذا الشيء مؤسف جدا، أنه كل الناس الموجودين على هذه الأرض هم خاطئين. والمسيح عيسى ابن مريم كان رسول الله للناس اللي إجا برسالة جديدة ودفع ثمن خطايانا، وهو بنفسه قال: أنا واقف على الباب وأطرق لأدخل قلوب الناس، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. ومن هذا الكلام نفهم أن إرادة الله هي إعطاء حياة جديدة لكل الناس اللي يؤمنون بالمسيح. الله سبحانه وتعالى أرسل المسيح حتى يكون أمل جديد وحياة جديدة، والمسيح بنفسه قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من يحيا مؤمنا بي لا يموت أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول بالإنجيل: زوال السماء والأرض أسهل من زوال نقطة من نبوءات موسى والأنبياء. والناس من جيل إلى جيل كانوا يقرؤون ويصدقون ما مكتوب بالإنجيل بخصوص سيدنا المسيح، وكل الآمنوا بسيدنا عيسى نالوا الخلاص من الخطايا وعقابها، وصارت قلوبهم طاهرة، وعدهم هذا الوعد اللي قال سيدنا عيسى بالإنجيل. لن أهملكم ولن أترككم، وتأكدوا أنا معكم كل الأيام إلى انتهاء الزمان. آمين.